ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما إلهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وناشطين يا ربي. دونك الوصفة ديال اليوم هي وصفة مختصة بالترطيب وأيضا احمرار الخدود او احمرار القدمين بالنسبه للسيدات اللي تلبوني على هذه الوصفه هذه. دونك ديجا قدمت لكم واحد القناه في القناه ديالي سابقا ونالت اعجاب العديد من السيدات، وجئتكم بوصفه ثانيه اللي نتمنى حتى هي ربي تنال الاعجاب ديالكم وتكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. اهم شيء هو انكم تجربوها وتردوا عليا في خانه التعليقات، وانا اكيد في انتظار تعليقاتكم الرائعه والجميله. وبالنسبه للسيدات اللي ما عمرهم جربوها فانفو يعني تجربوها وتعطيكم نتائج، ما تنسوش ايضا تخليهم لينا في خانه تعليقاتكم حتى انا نستفد معكم. وبالنسبه ايضا للبنات جدادات على القناه حتى هما يستافدوا مني يقراو التعليقات. وما نطولش عليكم اكيد اكثر من هكذا، ونمشيو للمكونات ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال. واول مكون سنحتاج اليه هو المكون الرئيسي اكيد هو العكر. غادي نحتاجو العكر الفاسي كما شفتوا انا هنا خديت واحد العكر كان عندي ديجا في اللون الاحمر، يعني اللون الاحمر ديالو ماشي لون يعني اللي هو غامق، فقط هو لون فاتح، وذوبته ديجا في حمام مريم وصبح لي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا في لا فيديو. بالنسبه للسيدات اللي غيسولوني على العكر اللي نستعملوه في الوصفه، ممكن تستعملوا العكر الفاسي اللي كيكون باللون الاخضر، ولكن ان فوا كيذوب كيولي باللون الغوز او اللون الاحمر على حسب يعني العكر اللي خديته، على حسب النوعيه ديالو والكاليتي والجوده ديالو ايضا. او ممكن يعني تاخذوا اي غوجا ليفغ عندكم، ماشي بالضبط العكر الفاسي، اي عكر كان عندكم في المنزل ديالكم اي غوجا ليفغ فممكن تاخذوه اكيد بكاليتي زوينه اللي تقدر تناسب لكم. بالنسبه للسيدات اللي باغيين يحمروا الخدود ديالهم خذوا العكر اللي كتكون الجوده ديالو يعني عاليه وغادي يناسب لكم البشره الوجه ديالكم، سواء كانت بشره جافه حساسه او دهنيه او عاديه، لانه هذه النقطه هذه مهمه خصوصا السيدات اللي غيستعملوه لتحمير يعني الخدود ديالهم طبيعيا. دونك كيفما قلت لكم بالنسبه للعكر خذوا النوعيه اللي بغيتو، الجوده اللي بغيتو، الكاليتي اللي بغيتو ايضا، وايضا العكر اللي غادي يناسبكم. ماشي بالضبط تستخدموا العكر ديال 24 ساعه، العكر ديال 24 ساعه حتى هو رائع، الريحه ديالو حتى هي ما نعاودش لكم عليها، غير هو شوفوا نتوما شنو يناسبكم. الا عندكم ديجا غوجا ليفغ في المنزل ديالكم يعني زايد، فممكن فقط تستعملوا غير العكر اللي متوفر عندكم في المنزل بلا ما تخرجوا يعني وتقداو واحد الغوجا ليفغ اللي هو يعني اللي هو بحال ديالكم اللي كاين ديجا في المنزل، فاكيد ما نبغيوش التبذير وناخذوا غير العكر اللي غادي يناسبنا فقط. كيف ما قلت لكم يكونوا غير هاد المعايير هادو ديال الجوده والكاليتي والنوعيه ايضا تكون مليحه اولا تكون زوينه بالاحرى، خصوصا الا كنا غادي نستعملوهم لبشره الوجه ديالنا. دونك جيسبر تكونوا فهمتوني في هاد النقطه هادي. بالنسبه لثاني مكون هو المكون الثانوي فمعنا في هاد الوصفه هو الحليب، الحليب لترطيب الجسم. بالنسبه للحليب ممكن تاخذوا اي حليب بغيتو، سينو ممكن تعوضوه بكريم الفازلين او الفازلين. بالنسبه للفازلين كنت ديجا قدمتها لكم في الفيديو السابق اللي دويت لكم عليه يعني في نفس نطاق الفيديو، ونالت الاعجاب الوصفه العديد من السيدات يعني بالفازلين. فهاد الوصفه هذه ما غاديش نستعملوا الفازلين فقط غنستعملوا الحليب، ولكن السيدات اللي باغين يجربوا هاد الوصفه بالفازلين فما كاين حتى شي مشكل، فقط خذوا الفازلين النوعيه اللي غتناسب لكم البشره ديالكم، خصوصا الا كنتوا غتستعملوا هاد الوصفه لتوريد الخدود فضروري ما تكون نوعيه ديال العكر مليحه والجوده ديالها ايضا مليحه، وحتى الحليب او الفازلين تكون يعني للبشره يعني للوجه فاش كنستعملوها ما كتنوض لينا لا حبوب لا حكه ولا حساسيه. بالنسبه للحليب اللي خديت كناخذ صراحه ديما من مرجان بدون اكيد ما نذكر لكم الاسم ديالو، نتوما خذوا النوعيه اللي غادي تناسبكم اللي غادي ترتاحوا ليها، سواء كان حليب رخيص او حليب غالي، المهم الحليب توفر فيه يعني انه كيرطب الجسم بواحد الشكل اللي هو مزيان، وايضا كيبيض لينا الجسم ديالنا والمناطق اللي حنا بغينا نوردوهم او نبيضوهم بالاحرى.
سواء كانوا القدمين او الخدود او اليدين او اي منطقه، المهم تكون عنده فعاليه ديال الترطيب، يعني تكون مليحه وقويه او ميمطو. دونك هادو هما جوج المكونات البنات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، اللي هما اي عكر كان، سواء العكر الفاسي او اي عكر كان عندكم، فقط تكون الجوده ديالو مزيانه. وتاني مكون هو الحليب لترطيب الجسم او تبييض الجسم، بلا ما نذكر لكم الحليب اللي خديت انا. دونك كاينين يعني الحليب على حسب النكهه اللي بغيتو، كاين بالافوكادو، كاين بالورد، كاين باللوز، كاين بالارغان، كاين بزاف النوعيه. يعني شوفوا نتوما شنو كيناسب لكم البشره ديالكم، وشوفوا نتوما يعني البشره مناش ما كتحسش لكم يعني من اي حليب او اي شيء في هذه الوصفه هذه قدمناه. دونك غادي نبداو الان في طريقه الاستعمال. غادي نحط الحليب على جنب، وغادي نحط العكر ديالي كما كتشوفوا بهذا اللون، هذا تقريبا مايل اللون البرتقالي تقريبا اكيد. وغادي نضيف ليه الحليب لترطيب الجسم. وغادي نبدا كنخلط. كيف ما قلت لكم ماشي بالضبط تاخذوا اللون اللي خديت انا، انا هنا خديته تقريبا اللون اللي هو فاتح يعني بارد تقريبا ما غامقش كما كتشوفوا اللون في لا فيديو، جيسبيغ يبان لكم، يعني لون اللي هو بارد ماشي اللون اللي غامق. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يعني اللون اللي كتكون اللون اللي كيكون غامق شويه، فما تاخذوش اكيد هذا اللون اللي خديت انا، خذوا اللون اللي غادي يناسبكم على حسب يعني اللون اللي بغيتو نتوما يعني للتوريد، سواء يعني كانوا الشفايف ديالكم او الخدود او ايضا القدمين ديالكم، سواء باللون الوردي الفاتح او الغامق او اللون الاحمر حتى هو الغامق او العادي. كاينين السيدات اللي كيبغيو عشاق هذا اللون هذا، دونك كاينين بزاف السيدات اللي كيبغيو غير هذا اللون هذا بارد، ما يعني ما كيبرش اللون الغامق. كتشاهدوا اللون اللي هو بارد وفاتح، وتقريبا دابا ولا بحال لون الغوزان ديالي هو بارد كما كتشاهدوا. هاد اللون صراحه كيعجبني، كيجيني هادئ يعني ماشي بحال الالوان الاخرى، ولكن كل سيده شنو كتبغي. انا فقط يعني غير هاد اللون هذا كافيني بالنسبه لهاد الوصفه هذه، وانتم شوفوا اللي غادي يناسبكم. بالنسبه للسيدات عشاق هاد اللون يعني البارد، فما تنساوش تعطيوني الاراء ديالكم باش من الالوان اللي كيعجبوكم في يعني في هاد الوصفه، خصوصا لاننا غادي يعني نوردو بها الشفتين ديالنا ايضا الخدود. فما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم بانه اشمل لون كيعجبكم الا استعملتوا هاد الوصفه هذه. فما تنساوش تعطيوني اللون اللي استعملتوه ديجا نتوما، شنو اللون اللي كيعجبكم، واش اللون الاحمر او اللون الوردي. كما كتشاهدوا فقط غادي نخليه بهذا القوام هذا، لانه الا ضفت له الحليب يعني بزياده غادي يولي لون اللي هو يعني برد برد اكثر كاع من هذا اللون، وانا ما بغيتش يعني يولي ليا تقريبا بحال لون الحليب، فغادي نخليه غير على هذا الشكل هذا. اما نتوما الا عندكم لون غامق وبغيتو يعني ترجعوه بحال هذا اللون هذا، فضيفوا ليه غير الكميه ديال الحليب بزياده، وبقاو يعني تحركوا حتى تحصلوا على هذا اللون هذا او هذا المزيج هذا، وايضا على هذا القوام على هذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا في الفيديو امامكم الان. كما قلت لكم كتسهل عليكم القضيه الا كنتو ديجا يعني العكر مذوبينه في حمام مريم، اما الا ما كنتوش مذوبينه فغادي تلقاو صعوبه في انكم تخلطوا المكونات، فغادي يبقى لكم العكر قاصح وجامد وما غيبغيش يذوب لكم الا بمشقه النفس، وغضطروا يعني تجبدوه من الوصفه وتعاودوا ثاني تذوبوه عاد ترجعوه للوصفه. فاكيد ما يعني علاش ما نضربوش عصفورين بحجره واحده، واننا يعني نخلطوا
المكونات وتجي في القوام ديالها عادي وما تبرزتناش حتى حنايا في الخليط، فقط يعني نذوبوا اي حاجه كما قلت لكم قاصحه في اي وصفه طبيعيه ماشي غير في هذه الوصفه هذه فقط. هذه واحد النصيحه كانت من عندي وذكرتها لكم في عده فيديوهات، وحتى نتوما الى عندكم نصائح اخرى بخصوص هذا الموضوع او اي مواضيع اخرى ما تنساوش تخليهم ليا في خانه التعليقات، فانا اكيد كنقرا التعليقات ديالكم. وبعد ما يصبح لنا الخليط على هذا الشكل هذا غادي نحتفظوا به في علبه زجاجيه او علبه بلاستيكيه، ونبقاو كل ليله قبل ما ننعسوا نطبيو الكل على الشفتين ديالنا، ايضا على الخدود وايضا على القدمين وايضا على اليدين، باش كيبقى داك الترطيب 24 ساعه كيدوم لينا. وايضا الوصفه بالنسبه للسيدات اللي باغيين يخرجوا بها يعني في الوقت يعني في الصباح في الشمس فماشي مشكل، لان الوصفه ما فيهاش عصير الحامض اللي غيقدر يسمر لكم البشره، فإلا استعملتوها البشره ديالكم ما تخافوا من اي شيء. ايضا حتى لو استعملتوها في الليل ما غاديش تحسوا يعني حتى بشي حاجه كيف ما قلت لكم الا طبقتوا النقط اللي عطيتكم في بدايه الفيديو، خصوصا العكر والحليب اللي غادي تستعملوا البشره ديالكم كمسه، غير ما تكونش عندكم واحد الحكه او واحد الحساسيه بالنسبه للسيدات اللي ديجا عندهم حساسيه في الوجه. اما الا كنتو يعني ما عندكمش حساسيه كتستعملوا اي برودوي وما كيديرش لكم حكه وما كيديرش لكم حساسيه، فهاد الوصفه اكيد راها لكم وغتليق لكم 100%. وهذا الشيء اللي كاين كيف ما قلت لكم اللون راه كيبقى كيختلف من كل سيده لسيده، خذوا اللون اللي بغيتوا عاد ذوبوه عاد استعملوه مع الحليب لترطيب وتبييض الجسم ايضا. وكانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى يا ربي تنال الاعجاب ديالكم، تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. فاكيد فاش كيكون عندنا عكر ما كنعرفوش شنو نديرو به، وهذه من بين الوصفه اللي قدمت لكم في القناه ديالي، نتمنى حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. كنت ديجا كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو قدمت لكم وصفه اخرى ونالت الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو بلايك كبيره للقناه ولهذا الفيديو، وما تنساوش ايضا تشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. انا نقول لكم خليت لكم الراحه والهنا، وغرو بيزو لكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو عن قريب في وصفه جديده اكيد. خليت لكم الراحه والهنا وبسلامه.